الآن أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. التخفيض في نسب الفوائد على بعض القروض طويلة الأمد، وفي النشرة فكرة عن شروط التمتع بهذا الإجراء. اتحاد الفلاحين يطالب بتوجيه الدعم من الزيت النباتي إلى زيت الزيتون. وفي العالم أكثر من 40 شهيدا في غارات صهيونية متواصلة منذ فجر هذا اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. إذن تتواصل إلى غاية يوم الغد فترة قبول الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ولم يرد إلى غاية صباح اليوم أي طعن وفق ما أفاد به للأخبار الناطق باسم الهيئة محمد تليل المنصري، مبينا أنه في حال ورود طعون فإنه يتم انتظار مآلها الابتدائي والاستئنافي، أما في غياب الطعون فإن هيئة الانتخابات تصادق على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بصفة رسمية، ثم يتم إرسال النتائج إلى الغرفتين النيابيتين. إذا ورد الطعون إنه من حق المترشحين القيام بالطعن لدى القضاء العدلي، يعني محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب، بطبيعة الحال ننتظر مآل بتاع الطعون هذه لمدة تقريبا 3 أسابيع إذا كان باش تكون بطوريها الابتدائي والاستئنافي، وبطبيعة الحال إذا لم ترد طعون خلال المدة المحددة بتاع 3 أيام مباشرة هيئة الانتخابات تصدر وتصادق على النتائج النهائية بصفة رسمية، وقرار بتاع النتائج النهائية يقع إرساله إلى مجلس نواب الشعب وكذلك إلى الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأنه يقتضي القانون وأنه رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الغرفتين. بموجب الفصل 412 الجديد من المجالة التجارية، فإن أي شخص له قرض يفوق 7 سنوات وسدد منه مدة 3 سنوات فإنه بإمكانه التمتع بتخفيض على نسبة الفائدة في المبلغ المتبقي، ويمكنه التوجه بمطلب للبنك الذي يتبعه للتمتع بهذا الإجراء، وفق ما أوضحه في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية الجامعي المختص في الشأن البنكي سفيان لوريمي. الإجراء جاء به الفصل الجديد 412 ثالثا تاع مجال التجارية، دونك القروض اللي نسبة الفائدة نتاعهم قارة تو فيكس واللي تتجاوز مدة السداد الأصلي أكثر من 7 سنين، بالنسبة للأفراد راهو هذا يخص القروض نتاع السكن أكثر من 15 سنة، خاطر هذوما أوبليغاتوارمون لازمهم يكونوا بنسبة فائدة ثابتة، توا كان أنت خديت قرض سكن أقل من 15 سنة والبنك عطاتك أن تو فيكس، كيف راهو تنجم تستنفع بالإجراء هذا؟ كيفاش نعرفوا روحنا نجم نستنفع ولا؟ أول حاجة تو فيكس أكثر من 7 سنوات، بعد باش نعمل حساب أما راهو في الحالات الكل باش نكونوا إليجيبل مادام عندنا لي دو كونديسيون هذوما، في كل الحالات فيو لي تو اللي نعرفوها معنا تو موجودين في تونس باش يكون أكثر، دونك تتوجه البنك نتاعك بطلب باش يبدل لك التابلو دامورتيسمون. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة بتوجيه الدعم من الزيت النباتي إلى زيت الزيتون لتمكين التونسيين من الاستفادة أكثر بهذا المنتوج الوطني الصحي ودعما للفلاح التونسي، ذلك ما وضحه المستشار الاقتصادي والناطق باسم اتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة. نداء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ سنوات لتمكين المواطن التونسي من التمتع بخيرات بلاده، مثلا زيت الزيتونة، قلنا الدولة تورد كل سنة 180 ألف طن من زيت النباتي بجودة الله أعلم بها وندعمه فيه بمقارب 320 مليون دينار، اقترحنا نوجه الدعم هذاك لزيت الزيتونة التونسي، ندعمه الفلاح التونسي أولا، نحافظ على العملة الصعبة نتاعي ثانيا، وضع صحة زيت الزيتونة مش كما زيت نباتي، إذا لزم نضاعف حتى منحة الدعم ونمتع التونسي من الاستهلاك من 30 ألف طن يتعدى ل 60 ألف طن، فيها فوائد اقتصادية، فيها محافظة على العملة، فيها تشغيل، فيها صحة، فيها برشا جوانب اجتماعية اقتصادية، معلش أنا ندعم في فلاح أجنبي 180 ألف طن. حاجة أخرى، اليوم عندنا تجربة تونسية أخرى في الزيوت النباتية اللي هي السلجم الزيتي، بدينا ننجو فيه في تونس وعندنا شركة تونسية تحول في السلجم الزيتي لزيوت نباتية ذات جودة عالية يجي في الترتيب العالمي بعد زيت الزيتونة، دونك ندعم تجربة تونسية لإنتاج زيوت نباتية وتمكين المواطن التونسي بالدعم نتاع الدولة اللي كان ماشي لزيت نباتي باش يولي يستهلك زيت زيتون، ومن العيب أنه التونسي في وقت من الأوقات ما نجمش يشري زيت زيتون. شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل للجنة الوطنية المشتركة لتعزيز اليقظة البيئية ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض أمس، شدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمكافحة نواقل الأمراض.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فقد تم خلال هذه الجلسة عرض البرنامج الوطني للتحكم في انتشار الحشرات الناقلة للأمراض واستعراض أحدث المشاريع البحثية والطرق المبتكرة في مكافحتها ومناقشة برامج الوقايات والأنشطة التوعوية الموجهة للمواطنين. منتدى الصين إفريقيا، الفرص والآفاق. هو أول منتدى فكري من نوعه تنظمه الأكاديمية الدبلوماسية بمقرها بالعاصمة. المنتدى يهدف إلى وضع دراسات واقتراحات حول كيفية الاستفادة من الشراكة الصينية مع الشعوب الإفريقية بالتزامن مع احتفال تونس بمرور 60 سنة على العلاقات التونسية الصينية. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد بن عياد يوضح في تصريح لكوثر العرقوبي. كيف يمكن لهذه الشراكة الصينية الإفريقية أن تكون مفيدة للشعوب الإفريقية وأن تؤسس لنمط يقوم على التضامن ويقوم على ما يسمى الرخاء المشترك وينتج القيمة المضافة في تثبيت السلم الاجتماعي وفي تشجيع الاستقرار وفي خلق الثروة في القارة الإفريقية؟ ونحتفل هذا العام ب60 عاما من علاقات تونسية اتسمت دائما بالاحترام المتبادل والتعاون المثمر منذ الزيارة التاريخية لفخامة رئيس قيس سعيد إلى جمهورية الصين الشعبية. هذه العلاقات أصبحت تكتسي بعدا استراتيجي، وبرنامج التعاون بين تونس والصين يشمل جميع مجالات التنموية، سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى متعلقة بالبنية التحتية، الشباب والرياضة، الصحة على سبيل الذكر. وتعتبر الصين أولى الشركاء من حيث التجارة مع القارة الإفريقية، حيث قدر حجم التجارة البينية في 6 أشهر الأولى ب 152 مليار دولار. وحتى تستفيد تونس من الصين كشريك استراتيجي وفي إطار الاستراتيجية ثلاثية الأبعاد، عليها أن تقدم مشاريع كبرى خاصة في مجال البنية التحتية، وفق رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري. تبر أول شريك من حيث التجارة مع إفريقيا، الأرقام تاع 6 أشهر الأولى في حجم 152 مليار دولار تجارة بينية بين إفريقيا والصين، مش كملوا سنة 2020 في حدود 300 مليار دولار، وهذا يعتبر رقم كبير وكبير جدا. الصين كذلك هي أول مستثمر في إفريقيا. في القمة الأخيرة اللي حضرها السيد رئيس الحكومة الصين إفريقيا، أعلن رئيس الصين على 45 مليار دولار استثمار في 3 سنوات القادمة. المهم بالنسبة لتونس اليوم هو استقطاب الصين كشريك استراتيجي في إطار استراتيجية ثلاثية الأبعاد بين الصين تونس وإفريقيا. باش نجمو نربحو هالاستراتيجية هذه، هي يلزمنا نقدمو للصين مشاريع ستركتورون كبيرة اللي تخلي تونس إن فري بلاتفورم. الناس كل نحكيو على تونس أنها هي تكون بوابة إفريقيا، لكن باش نجمو تكون بوابة إفريقيا يلزم فما مشاريع كبرى نحو القارة الإفريقية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في اليوم 69 بعد 300 من العدوان الصهيوني الغادر على غزة، تواصل القصف المكثف على مختلف مناطق القطاع موقعا عديد الشهداء والجرحى، مقابل رد من المقاومة استهدف جنودا ودبابات بضربات صاروخية، مع تسجيل عملية طعن لعدد من الأشخاص في تل أبيب ظهر هذا اليوم. قراءة في المشهد في قطاع غزة في سياق التقرير التالي لنعيم الدسولي. حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، مؤكدا رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء مع تعمد مواصلة قصف المناطق المحاذية لها. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 43 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر البارحة. في الأثناء نفذت فصائل المقاومة عمليات عدة ضد قوات الاحتلال أسفرت
عبرت عن قنص جنديين وإصابة عدد آخر فجر اليوم. الإسعاف الإسرائيلي أكد منذ قليل إصابة 6 أشخاص بعملية طعن في الخضيرة شمالة الأبيبة دون ذكر هويتهم. كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي الإسراء غرب جباليا شمال القطاع. وذكرت مصادر إعلامية صباح اليوم أن حركة فتح وحماس اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ستسمى لجنة الإسناد المجتمعية وتتبع إداريا لحكومة رام الله بهدف قطع الطريق على مخطط بنيامين نتنياهو لتشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة تكون تحت سيطرة جيش الاحتلال. دبلوماسيا أعربت الخارجية الصينية عن انشغالها بالتطورات الخطيرة في غزة حاثة المجتمع الدولي إلى أداء دور بناء لمنع تدهور الوضع وتسارع الأحداث في الشرق الأوسط. وفي تطورات جبهة لبنان تتواصل المواجهات جوا وبرا بين حزب الله والقوات الصهيونية في وقت أكد فيه حزب الله تصديه لمحاولات تسلل جنوبي البلاد، حيث أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 أشخاص في قصف شنه حزب الله على خليج حيفا. نفيسة حسني والتفاصيل. أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2119 شخصا وإصابة 10,019 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر الماضي. وقد أعلن حزب الله اليوم تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان واستهداف قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح. وأضاف حزب الله أنه قصف قوات إسرائيلية أثناء تقدمها من سهل طوفة تجاه بلدتي ميس الجبل ومحبيب جنوبي لبنان. في غضون ذلك قال الإعلام العبري إن عشرات الصواريخ أطلقت على منطقة حيفا وكريوت، مشيرا إلى سقوط صواريخ وشظايا إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك 4 مصابين جراح أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا، كما أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل. يأتي ذلك فيما زعم الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من خلال عملياته في جنوب لبنان من إلحاق أضرار بالغة بالقيادة والسيطرة لدى حزب الله. هذا وتبنت إسرائيل أمس خطابا جديدا حول التحذيرات لضرب إيران وسط تسريبات عن جاهزية طهران لصنع القنبلة النووية وضغوط أمريكية لتجنب اتساع المواجهة بين الطرفين. وتوعدت تل أبيب إيران برد وصفته بالقاسي، فيما نقل موقع إكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل سترد على هجوم إيران لكنها لن تفعل ذلك بطريقة تؤدي لاندلاع حرب شاملة معها. وقالت الإدارة الأمريكية أنها لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها تريده أن يكون مدروسا. ومن المنتظر أن يناقش بايدن هذه المسألة اليوم في اتصال هاتفي منتظر سيجمعه بنتنياهو. وزير الدفاع الأمريكي أكد بدوره أن نظيره الإسرائيلي أبلغه أن تل أبيب لم تتخذ بعد قرارا بشأن توقيت ونطاق ردها على طهران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية ثم إلى الدوحة اليوم في سياق المشاورات وتنسيق لوقف الإبادة والاعتداءات في غزة ولبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. هيئة الانتخابات تؤكد عدم تلقيها إلى حد الآن أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. التخفيض في نسب الفوائد على بعض القروض طويلة الأمد، وفي النشرة كانت لنا فكرة عن شروط التمتع بهذا الإجراء. اتحاد الفلاحين يطالب بتوجيه الدعم من الزيت النباتي إلى زيت الزيتون. وفي العالم أكثر من 40 شهيدا في غارات صهيونية متواصلة منذ الفجر على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استوديو الوطنية متواصل بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع زين الزيدي ورفيق دريدي، مع أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق. دمتم في رعاية الله وحفظه.